أول وصفة معانا النهاردة الكباب التركي. وصفة سهلة جدا، طعمها كمان بيبقى لذيذ جدا جدا، وتغيير في تقديم الكفتة بتاعتنا. احنا بنسميها كفتة، هم عندهم هناك بيقولوا عليها كباب. تمام، يلا بينا بقى نشوف المقادير ونشوف هنعملها ازاي. عندي 3 ارباع كيلو لحمة مفرومة، ومفرومة مرتين زي ما اتفقنا، وزي ما بنقول كل مرة واحنا بنعمل الكفتة لازم الكفتة تبقى مفرومة مرتين. عندي 200 جرام من اللية مفرومة، بصلتين مفرومين ناعم ومتصفين كويس جدا من المية، والمية معانا برضو عشان هنحتاجها. عندي كوباية من أوراق البقدونس المفروم، 4 فصوص ثوم مفرومين، 1 فلفل أحمر مفروم، معلقة كبيرة من الدقيق، نص معلقة صغيرة من الكمون، نص معلقة صغيرة من الـ7 بهارات أو البهارات الـ7، ملح وفلفل أسود، وعندي سياخ خشب أو ستيكس عشان نسيخ عليه الكباب. تمام؟ يلا بينا بقى نشوف الطريقة هنعمل فيها إيه. تمام، الجلافز موجود هنا. تمام، مقادير سهلة خالص بس هتدينا إن شاء الله نتيجة حلوة جدا. قلنا إن اللحمة المفرومة اللي هنعملها كفتة لازم تكون مفرومة مرتين أو وشين عند الجزار أو في المفرمة في البيت، علشان تبقى أنسجتها ناعمة جدا عشان تتماسك مع كل المقادير أو مع باقي المقادير. أدي اللحمة بتاعتنا، بسم الله، واللية وادي البصل، ده تفل البصل متصفي خالص من المية، والمية بتاعته معانا عشان هنحتاجها، وده فلفل أحمر حار. تمام، هو بيبقى في الوصفة، بس انت لو مش بتحبيش الحامي قوي ممكن تحطيه من الفلفل البارد. تمام، والثوم المفروم والبقدونس، واخدين بس الورق مش واخدين السقام، والبهارات الـ7، وادي الكمون، وعندنا كمان ملح وفلفل، يعتبر ده قدامنا دلوقتي كيلو من اللحمة. كيلو اللحمة بياخد معلقة كبيرة من الملح، ونرجع نقول ان الملح ده بقى على حسب التذوق. تمام، حطينا الملح والفلفل وكل البهارات بتاعتنا، وادي معلقة الدقيق، ولازمتها هنا ان هي تمسك كل المكونات مع بعض. تمام، نعجن بقى، ونعجن كويس جدا جدا. تمام، خطوة مهمة جدا في اي كفتة، لازم العجن الكويس لانه هيديكي نتيجة حلوة قوي ويخليها متماسكة وما تقعش منك من السيخ، سواء هتشوي على شواية او على الفحم او في الفرن. تمام، هتلاقيها متماسكة معاكي وحلوة قوي. فايدة اللية هنا هي بتخلي الكباب طري وبيلمع زي ما بنشوفه كده عند الكبابجي. تمام، عفوا، ريحة الشطة طلعت. تمام، نعجن كويس قوي. خلاص عجننا بقى بضمير جدا، ها
هنعمل ايه دلوقتي؟ انا مجهزه هنا السياخ بتاعه الشوي وحطها في ميه. وليه حاطينها في ميه؟ علشان لما نشوي بيها سواء على الفحم او على الجريل ما تتحرقش مننا وتطلع لونها اسود وغامق، هتطلع كده زي ما دخلت زي ما طلعت. تمام. حضر معانا كمان الصاج عشان انا هشوي في الفرن، ونروح نجيب الزيت وفرشه عشان ندهن الصاج بتاعنا. تمام، زيت بسيط وهندهن. هجيب كام واحد من السياخ، في سياخ كمان بتبقى عريضه، هي بتبقى جايه عريضه كده، دي حلوه برضو ممكن تستخدميها، بس بما انها مش موجوده فانا هحط اربعه على بعض. تمام، وابتدي اخد جزء من الكباب وابتدي اسيخه على الاسياخ بتاعتي بالشكل ده. تمام، شايفين هي اللحمه متماسكه، هي ما بتقعش خالص، ده عشان احنا عجننا كويس جدا. معلقه الدقيق اللي حطيناها برضو بتمسك كويس قوي. تمام، بصوا زي الفل اهي، وهنحطها في الصاج بالشكل ده. ممكن اروح اشويها على الفحم، ممكن اشويها على شوايه كهرباء، ممكن اشويها على طاسه على البوتاجاز، بس انا هدخلها النهارده في الفرن. تمام، تاني بقى الفرن بتاعك لو هتشوي في الفرن يبقى لازم يكون سخن، مسخناه من قبل ما تبدأي، سخن جدا. لو الشوايه كمان بتشتغل في نفس التوقيت بتاع الفرن من تحت يفضل طبعا، علشان هي اللحمه المفرومه ما بتاخدش توقيت خالص في السوى، فهتستوي معاكي بسرعه، فعايزه حراره عاليه علشان ما تنشفش معاكي في الفرن. تمام، ومعانا مدام سهام، اهلا وسهلا. مساء الخير. مساء الخير يا فاطمه. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ مساء الخير. مساء الفل. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله بخير يا قلبي والله. الكفته اللي انت عاملاها دي جميله قوي حبيبه قلبي، اتفضلي معانا. ميرسي قوي قوي. انا عامله يا روحي، ان شاء الله يا حبيبتي تعملي كل حاجه حلوه ان شاء الله. لا لا والله كل حاجاتي جميله قوي حبيبه قلبي. تسلمي لي يا رب، تسلمي لي من ذوقك. بقول لك عايزه رقم الموبايل بتاعي. طب هنرجع للكنترول روم. حاضر. نورتيني يا مدام سهام، شايفين اهو. تمام بالشكل ده، ونكمل تاني. طريقه سهله خالص، شفنا مع بعض ان احنا لازم اللحمه بتاعتنا تتفرم مرتين على الاقل علشان تبقى انسجتها ناعمه. تمام، حطينا كمان نسبه من الدهون علشان تدي طراوه للحمه وتدي لمعه حلوه. عجننا كويس قوي قوي علشان برضو المكونات بتاعتي تمتزج كويس مع بعض وما تقعش مني على الشوايه سواء على الفحم او الجريل، ما تفكش مني عموما يعني. حطينا كل المكونات وحطينا معلقه دقيق عشان تربط الدنيا ببعضها. تمام، شكلهم حلو قوي. وليه بنحط سياخ كتير؟ علشان تدي فراغ للكباب من جوه، ما يبقاش كله مكتوم في بعضه. تمام، كل ما الكباب كان مفرغ من جوه هيديكي اولا طعم حلو، هيستوي اسرع لان طبقه بسيطه بس اللي هي اللي بره. تمام، ومفرغ من جوه فهيستوي بسرعه، مش هيبقى مكتوم وتحسي ان كده في حاجه يعني ناشفه كده، لا هيبقى طري وجميل جدا. التوابل بتاعتنا كانت البهارات السبعه وكمون ملح وفلفل، وحطينا كمان فلفل حامي وتوم وبصل، وصفينا البصل كويس قوي من الميه بتاعته علشان برده ما يفكش مننا لو خاصه لو هنشوي على الفحم. تمام، تمام بالشكل ده.
انا هخلص الكميه كلها عشان تدخل كلها الفرن مع بعض وتستوي. هنحطها زي ما اتفقنا على الارضيه بتاعه الفرن، تمام، لغايه ما احسها من تحت خلاص بدات تاخد لون، ده لو الشوايه بتاعتك ما بتشتغلش في نفس التوقيت، على الارضيه لغايه ما تبتدي تتحمر الكفته من تحت او الكباب من تحت، وبعد كده هنطفي تحت ونشغل الشوايه فوق علشان ياخد وش من الناحيه الثانيه. اما لو الاثنين بيشتغلوا مع بعض شغليهم بقى الاثنين مع بعض وحطي في النص، هتلاقيها على طول استوت وبقت زي الفل، مش هتاخد في الفرن ربع ساعه، تمام. هنطلع فاصل صغير خالص، هكمل الكفته وادخلها الفرن ونرجع لكم على طول، اوعوا تروحوا في اي حته، مستنيينكم. رجعنا لكم تاني وشغالين اهو، خلصنا المقدار بتاعنا عشان ندخله كله مع بعضه، تمام. معاكي ميه البصل وانت شغاله كده، لو لقيتي اللحم بتلزق في ايديكي هتاخدي منها وتظبطي كده عشان تطلع معاكي كويسه. وهنخلي باقي ميه البصل هنحتاجه واحنا بنسوي الكفته، تمام. خلصنا كده المقدار. طيب عندي هنا خضار، ممكن احط خضار وانا بشوي الكفته كده عشان يبقى طعمه حلو، ناكله جنب الكباب. احنا حيرانين هو كباب ولا كفته، بس هو الكباب التركي بيقولوا عليه كده واحنا بنسميه عندنا كفته، تمام، فمفيش مشكله في الاسامي. خلصنا كده السجان بتاعتنا جهزت زي ما اتفقنا، نقدر نسوي في الفرن، نقدر نسوي على الجريل الكهرباء، نسوي على الجريل على البوتاجاز، نسوي على الفحم، براحتنا خالص، بس انا النهارده هسوي في الفرن، تمام. وبما ان الفرن هنا شغال شوايه وتحت، فانا هحط في النص، تمام. والناحيه التانيه كمان. خلصنا الكباب التركي وهنستناه يستوي.